كل من بالفلعه بدقيقه صمت حدادا على ارواح ضحايا الحادث الاليم في بيروت. يقف الان نجوم الفريقين وكل من في الملعب دقيقه صمت حدادا على ارواح ضحايا الحادث الاليم في بيروت، ولنبعث رساله تضامن ومحبه من كافه ارجاء المملكه الاردنيه الهاشميه للاشقاء في لبنان، حفظهم الله من كل مكروه. إذا كنا مع دقيقة حداد على أرواح ضحايا الحادث الأليم في بيروت، نبعث رسالة تضامن ومحبة من كافة أرجاء المملكة الأردنية الهاشمية إلى الأشقاء في لبنان، حفظهم الله من كل مكروه.